نادي مشعل النور للثقافة والرياضة ينظم بمقاطعة الرياض أمسية احتفالية تخليدا لذكرى 60 لاستقلال البلاد، وتسعى التظاهرة وفق القائمين عليها إلى تحقيق جملة أهداف من بينها تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب وتشجيعهم على العمل التطوعي. وسيلة مختلفة إلى مشاركة الشباب في نهوض لبلدهم واستثمار طاقاتهم لخدمة التنمية وتكريس المفاهيم الصحيحة وتعزيز الشعور بالوحدة والانتماء لوطنهم واكتشاف وتنمية وإشعار بالمواهب الخامدة في نفوسهم وتطويرها لتكوين جيلا رائدا وناجحا. بعض المشاركين أكدوا على أن الاستقلال ما كان ليحصل لولا مقاومة جميع الموريتانيين للمستعمر الأجنبي بمختلف أعراقهم وفئاتهم. عادوا المسلمين، عادوا الموريتانيين ذيك الساعة يقاتلوا المستعمر كاملين وحاربوه كاملين، جاهم لمين جوب والحاج محمود با واللي مسيكة وبكار واللي سويد أحمد وأحمد الديد وجميع المقاومين بجميع شرائح وفئات المجتمع تحقق بإذن الله تعالى النصر واندحر الاستعمار. وتميزت تظاهرة نادي مشعل النور التابع لجمعية النور الناشطة في المجال الثقافي بحضور منتخب المقاطعة وبإلقاءات شعرية فصيحة وشعبية أشادت بتضحيات المجاهدين والمقاومين الذين تصدوا للاستعمار الفرنسي وبذلوا أرواحهم من أجل تحرير الوطن وعزة رفعته واستقلاله.